مرحبا بك عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، ومعي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بوجه الشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا سواء عن طريق التليفون أو رسائل اس ام اس. تقدر تكتب لنا أسئلتك، تقدر تكتب لنا تعليقاتك، وكمان تقدر تعمل تحميل للقصص المكتوبة. بنرحب بكل تعليق بيجينا، ونتمنى كمان تكتب لنا قصة حياتك إن كنت عايزها تبقى واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة حقيقية مؤثرة بعنوان يكون لكم الدم علامة، وقصتنا بتحكي عن الجندي الجريح ديفيد في معركة مونز اللي كانت في الحرب العالمية الثانية، لما كانت ألمانيا بتقذف الحلفاء بالأنابل الشديدة جدا. تقاقر الحلفاء بعد معركة مونز الشهيرة وملقوش مستشفى للجرحى، فأخذوا مبنى عادي وقعدوا الجرحى فيها زي نايمين كده على السراير. وكان ديفيد واحد من الجرحى دول، بس كان بينزف من قلبه ووشه مصفر شوية. لكن الممرضة استعجبت حسب التاريخ انه بيموت، يعني خلاص بيصفي دمه لكنه بيرنم. قربت ليه؟ قالت له انت عجيب، انا قابل بتخبط وانت بترنم. قال لا اصلا انا عارف انا رايح فين. قلت له يعني ايه عارف رايح فين؟ قال لا انا متأكد اني رايح السماء عند المسيح، ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. قالت له رائع، واستمر يرنم. بس فجأة لاحظ الممرضة وهي بتحاول تساعد الاخرين ان ديفيد بيبكي، كان سنه 24 سنة. رجعت له قالت له ايه انت بديت تخاف؟ قال لا انا مش ببكي على نفسي، انا ببكي على كل الناس اللي موجودين في المبنى دي، لاني بتصور انه ممكن الالمان يضربونا دلوقتي والمبنى كله يتحطم واللي معايا يموتوا، ومنهم ناس ما لهمش مكان في السماء لسه ما اختبروش خلاص المسيح. بعدين سألها قال لها تعتقد ان ممكن الالمان يضربوا المبنى؟ قالت له يجوز. قال لها عندي فكرة، تعالي نرفع علامة الصليب الاحمر الدولية فوق المبنى على راية عالية مش هيضربونا. قالت له صح. وبعدين دورت على العلم بتاع الصليب الاحمر ما لقيتش. فقالت له في سارية بس للأسف الشديد مفيش العلم بتاع الصليب الأحمر. قال لها طب خدي، وجاب لها الملاية الكبيرة اللي بيغطي بيها السرير، ملاية بيضة كبيرة. وقالت له طيب ما هو العلم، بس ازاي نرسم الصليب الأحمر؟ خد قطعة كبيرة من الشاش والقطن ديفيد وحطها في الجرح بتاعه، وألم رهيب طبعا، وحط القطن والشاش جوه الجرح المطعون بيه او الشظيه اللي كانت جواه، وطلع الشاش والقطن مليء بالدم، باقي الدم اللي جواه، وراح راسم علامه الصليب الاحمر وقال لها ارفعي الملايه دي علشان ما حدش يضرب المبنى. وفعلا راحت الممرضه بسرعه ورفعت رايه الصليب الاحمر اللي معموله بدم ديفيد، وكل المباني في المدينه ضربت حوالين المبنى دي، لكن الألمان ما ضربوش المبنى لأنه عليه راية الصليب الأحمر في المعاهدة الدولية ما يضربوش الصليب الأحمر. ونيجي الكل، وديفيد رقد في سلام، هو حاسس أنه أنقذ كل الناس اللي حواليه بدمه لما رسم من دمه علامة الصليب الأحمر. عزيزي المشاهد عزيزات المشاهدة، يكون لكم الدم علامة، هو موضوع حلقتنا. سأستكمل هذه الحلقة معك بعد الترنيمة الرائعة اللي أنا بحبها جدا اللي بتقول على حساب الدم. تعالوا نستمتع بالترنيمة
مع مرنمنا الحلو منير حبيب، ثم ابقى معي بعد الترنيمة. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، دسنا كل قواته، شكرا لك يا بار. على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. يا هنانا بالبنوة أطلقتنا أحرار، والضعف أصبح قوة والأصغر صار جبار. على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. محبة أبدية ما ظل في الطريق، يروينا في البرية صوت عذب رقيق. على حساب الدم وقوة الصليب، على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، هكذا استمتعنا بهذه الترنيمة الرائعة من مرنمنا الحلو منير حبيب. نعم عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان يكون لكم الدم علامة، وإزاي الجندي الجريح ديفيد لما ملقوش علم للصليب الأحمر يرفعوه على السريع على المبنى علشان ألمانيا ما تضربش المبنى بالصواريخ، عمل حاجة عجيبة جدا. طلع من دم قلبه من الجرح الموجود في جنبه، وطلع من دم قلبه وعمل علامة الصليب الأحمر، وترفعت الملاية كأنها علم سارية. ديفيد أنقذ كل اللي معاه بدم قلبه، لكن هناك شخص أعظم جدا من ديفيد مش ضحى بدم قلبه، لكن ضحى بآخر قطرة من دم قلبه. أكيد عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، فهمت ماذا أقصد. يسوع المسيح كيف ذبح لأجلنا؟ اسمع ما هو مكتوب: وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، كشاة تساق إلى الذبح. ذبائح العهد القديم كانوا يذبحوها، ذبحوا خروف أو أي ذبيحة من رقبتها. المسيح اتذبح من كل جسمه في الصليب، كليل من شوك على راسه، جلد ظهره كله كان متقطع، مسامير في ايديه ورجليه، وشه نفسه في البداية كان عرقه يتساقط كقطرات دم. ذبح المسيح من كل جسمه. بس النهاردة بتذكر من اللي عمله ديفيد. يسوع المسيح بعد ما مات على الصليب، عسكري شرير طعنوا بالحربة في جنبه. اسمع ماذا يقول الكتاب في انجيل يوحنا واصحاح 19 ومن عدد 31: ثم اذ كان استعداد
فلكي لا تبقى أجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق. يعني يوحنا شاف بعينه، بيقول أنا شفت وبقول الحق أنه الطعن لتؤمنوا أنتم. لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه، يقصد الكتاب الآخر سفر زكريا اللي بيتكلم عن هذه النبوة في أصحاح 12، ويقول وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوا. يسوع المسيح اتذبح من كل جسمه، بس كان في شوية دم باقيين حوالين الرئتين، شوية دم في قلبه. بعد ما مات المسيح لم يريد أن ينهي حياته على الأرض، ويبقي قطرة دم واحدة دون أن ينزفها لأجلي ولأجلك. أنا مش بستدر عطفك أو عطفك أو عطفي عزيزي المشاهد، هذا ما تم، والذي عاين شاهد. يسوع المسيح ضحى بآخر قطر الدم من قلبه عشاني وعشانك. أي حب، أي محبة هذه؟ محبة عجيبة جدا. حين طعن المسيح بعد كده، لما ظهر المسيح لتلاميذه أراهم يديه وجنبه، يعني وراهم أثار المسامير، وراهم الطعنة، وتوما كمان قال أنا عايزة أحط صباعي في أثر المسمار وعايز أضع يدي في جنبه. وظهر له المسيح بعد 8 أيام وقال له هات إيدك يا توما، وتوما حط إيده كلها في جنب الرب. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، ذبح المسيح لأجلي ولأجلك، هل قبلته؟ هل استفدت من عمله؟ هل تأتي إليه بجلدته يشفيك من كل أمراض الخطية؟ وانت قدام الشاشة صلي معايا دلوقتي، قول له يا رب أنا بقبلك يا رب، يا رب انت تتذبح بدالي، ده كتير قوي، أنا بحبك زي ما انت بتحبني. ارسل إلي، سأرسل لك كتاب حياتك في قصة، هدية مجانية. وسأرسل لك أيضا المرنم الحلو منير حبيب سي دي ترانيم حياتك في قصة. أتركك في رعاية الرب، وأنت وأنا محتمين تحت ستر علامة الدم، ويكون لكم الدم علامة. وإلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. دي قصة حياتي شايفها يومان.